اهلا بيكم في اكسلان تيب فيديو نمبر 13 لسه مكملين مع بعض سلسله الفيديوهات اللي ليها علاقه بالتكست وخلاص قربنا نخلص السلسله دي وطبعا ما ينفعش نخلص معادلات التكست من غير ما نعدي على اللين فانكشن واللين فانكشن عباره عن فورمولا بنقدر نقيس بيها عدد الكاركترز في الخليه سواء بقى الكاركترز دي كانت تكست او نمبرز لكن في حاله النمبرز اللين فانكشن ما بتقراش الفورماتنج اللي في الخليه يلا بينا نشوف الامثله مع بعض عشان نقدر نوضح طريقه استخدام اللين فانكشن اول مثال عندي هنا حرف A B فبقول ايكوال لان واختار معادلة لان بعدين اختار الخلايا اللي فيها A B اقفل البراكت وادوس انتر قال لي 2 ده عدد كاركترز اللي هما A و B ممتاز طيب هنا عندي A و B وبينهم سبيس سحبت المعادلة قال لي 3 كده افهم ان السبيسز بتتعد طالما في النص كلمة صبور او اسم صبور اسحب المعادلة قال لي 7 وهي عدد حروف اسم صبور 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. ممتاز اسم ياسين 6 اللي هو عدد حروف اسم ياسين بعدين عندي ثلاث ارقام 001 سحبت المعادله ل 3 اللي هو عدد الارقام 001 عندي 10.7 سحبت ل 4 اللي هو 1 2, 3, 4 بالبوينت هنا في 1000 بس انا عاملها فورماتنج يعني عاملها ايه ارقام نمبرز مش عاملها جنرال سحبت المعادله قال لي 4 اللي هو اللانس بتاع 1000 ملوش دعوه بالكام اللي موجوده دي. اخر مثال عندي هنا اللي هو تاريخ 12 3 20, 22 سحبت المعادله. قال لي 5 ازاي 5؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ازاي يقول لي 5 بس؟ لو رجعنا للفيديو اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الكاونت وقلنا التواريخ الاكسل بيقراها ارقام والتاريخ اللي هو 12/3/2022 الاكسل شايفه 44000 632 قلنا ان الاكسل يعتبر اول يوم عنده اللي هو 1 واحد 1 واحد 1900 وبيبتدي يعد يوم بعد يوم لحد ما وصلنا ل 12 3 2022 فهو عد الارقام اللي هي 44632 اللي هم عددهم كام 5 بكده نكون خلصنا شرح معادله اللن ولحد ما نتقابل تاني اشوفكم على خير جود باي